السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة فيديو الإجابة بتاعنا، كنا نزلنا فيديو إجابة ده من حوالي أسبوع أو 10 أيام، معلش اتأخرنا لكم في الإجابة، هنجاوب على الأسئلة كلها النهاردة بإذن الله. السؤال الأول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنسبة للنعجة اللي تطرح كيف نتعامل معها؟ شوف قاعدة عامة، سواء ماعز سواء أغنام، نعجة أو معزة بتطرح صحتها كويسة تمام، مفيش من أي مشكلة، مفيش حاجة نطحتها قدامك، مفيش بقى علامة طرحت بدون سبب واضح، وصحتها تمام وأكلتها تمام وتغذيتها تمام، العلف بتاعك مظبوط، يبقى النعجة دي تستثنى مباشرة، لأنها ممكن تكون نعجة أو معزة عندها بروسيلا. مرض البروسيلا ما بيظهرش على الحاجة، على النعجة النتاية ما بيظهرش على سواء المعزة سواء النعجة، بس كل ما في الأمر بتيجي تحمل تمام التمام وتمسك حمل وكل حاجة، وتيجي في نهاية التالت في بداية الرابع في نص الرابع في آخر الرابع في أول الخامس، وتروح تطرح تنزلهم ميتين. ده مرض البروسيلا. فيستحسن طالما مش ظهر عليها مرض، يستحسن ما تدخلهاش تعشر تاني، هيعدي وقت على الفاضي، يستحسن الاستثناء مباشرة بدون أي علاج، لأنه ما بيتعالجش تقريبا، يعني يستحسن إنك تستثنيها. دي بالنسبة لسواء المعزة سواء النعجة بتطرح. أما لو طرحت نتيجة سوء تغذية، يعني حصل لها هزال شديد، ضعف شديد، حاجة نطحتها، لا مش محتاجة علاجات، غير إنك لو هزيلة تهتم بالعلفة كويسة وتأكلها، وإذا كانت فيها ديدان ولا حاجة تديها شربة عشان تنزل الديدان وتنضف والعلف تستفيد منه. السؤال اللي بعده، أخوك من ليبيا، عرش السوداني عندكم ضرب هيك اسمه، كم نسبة البروتين فيه؟ لا بص، عرش السوداني مادة ملقة، يعني زي الأتبان، بس أفضل من تبن القمح وتبن الشعير، أفضل من تبن القمح وتبن الشعير، حتى الغنم بتاكله بصورة منفردة. هل ينفع تستبدله مكان الدريس الحجازي أو أعوض بيه؟ ينفع تستبدله، بس أهم حاجة العلفة بتاعتك تكون، لو بتدي علفة مركز لو أنت بتسمن وبتدي علف مركز، مفيش مشكلة استبدل الدريس بعرش السوداني، مفيش أي مشكلة، ويفضل لو تاخد جزء مننا وجزء مننا. يعني وجبة الصبح مثلا تحط دريس، وجبة الليل تحط عرش سوداني، أو العكس، يفضل الاتنين مع بعض. مفيش الدريس غالي، أكل عرش سوداني مفيش أي مشكلة طالما في علف مركز، بس طبعا ميزة الدريس إنك ممكن توفر في العلف، هيساعد معاك في العلف المركز، غير لما تكون علف مركز وعرش سوداني، بس شغال الاتنين شغال كمادة ملقا، مفيش أي مشكلة، دريس أو عرش سوداني. معز عشار في الشهر الرابع عندها حصر في البول. اول حاجه طبعا عاوز اعرف بس منين عرفت انها عندها حصره، انها البول محصور فيها. طبعا يعني في حركات ممكن تتشابه لما يجي بدايه تسمم الحمل، تنام وتقعد ومتعرفش، يعني اغلب الاوقات تلاقيها نايمه، ولما تقف بتمشي شويه لين وتقعد تاني، كذلك نفس الشعور بيكون في حصره البول، بس ممكن يكون عندها تسمم حمل مش حصره بول. فانت عشان تتاكد تحطها في غرفه جافه، تعزلها في غرفه جافه 3-4 ساعات، وتبص عليها تشوف عليها، لقيت بول في الارض ما عندهاش اي حصرة بول، ما فيش منها اي مشكلة. لا والله ما تبولتش خالص وتكون مثلا واكلة وشربة، لا يبقى ممكن كده تكون عندها حصر بول، ولو اني ما مرتش عليا انتاية عندها حصر بول الصراحة، الله اعلم، بس انا عن نفسي ما مرتش عندي انتاية عندها حصر بول. بتحصل في الذكور، حصر البول بيحصل في الذكور، بس الله اعلم، ونفترض ان عندها حصر بول لأي سبب كان، الحل اللي بستخدمه هي إبرة واحدة فقط لغير بتتاخد، إبرة لازكس، لازكس بشري، أمبول لازكس بشري، إبرة مضرة للبول، ونفس النظام تعزلها في غرفة أرضيتها جافة، ساعة من إعطاء الإبرة المفروض تتبول على الأرض، ما تبولتش، لا كده خلاص ساعة ساعتين ما تبولتش، كده في انسداد جامد ومش هينفع معها العلاج غير تدخل جراحي، مش فايدة طبعا، مفيش جراحة، فهتضطر للذبح، بدل لو المثانة انفجرت فيها هتموتها. حل مشكلة الأمهات مع الرضع، في غنم بترضع شهر أو أقل وتسيب الرضاعة، وفي اللي مش بيرضع وبيرضع وبيرفض الرضع. لا مفيش، ده غريزة فيه رقم واحد في الرضاعة، ده إزاي طبعا ما بيرضعوش، إزاي ما بيرضعوش، لا إما إن الأمهات عندك ما فيهاش لبن وهي اللي فطمت، اللي هو الغنم اللي بترضع شهر دي، ممكن الامهات لبنها ما فيهاش لبن، عندك سوء تغذيه في الامهات،
ما اهتمتش بالامهات من فتره الحمل. بنقول انه تهتم بالام من اخر شهرين في الرضاعه، اخر شهرين في الحمل واول شهرين في الرضاعه تهتم بيهم. الاربع شهور دول مهمين في التغذيه، فانت لو مش مهتم بيها هتلاقيها الام ما فيهاش لبن، فهي طبيعي بتفطم ابنها شهر شهر ونص ما فيهاش لبن، بينزل يخبط فيها ما فيش لبن، فهي بتفطمه وهي اللي تفطمه. اما ان هو يسيب الرضاعه لا، يبقى المولود تعبان وامه فيها لبن، المولود هو اللي فيه مرض، المولود تعبان، او تكون الام فيها التهاب في الضرع وانت مش واخد بالك، اللبن ريحته متغيره، طعمه متغير، شكله متغير. احلب من الام شويه في ايدك او في اناء او في كوبايه، شوف شكل اللبن، احلب من الجنبين، ممكن يكون اللبن الام عندها التهاب في الضرع مغير ريحه، لان اللبن متغير ممكن ينزل ريحته ريحه معفنه خالص في حالات الالتهاب الشديده، فممكن يكون الامهات اللي فيها مشكله. فانا راجع الام، ولو الابن رافض لا يبقى الابن هو اللي تعبان في مشكله. انا في مكان ريفي وعندي ارض زراعيه ومعايا 50000 جنيه، ارجع لها اشتغل تسمين ولا امهات؟ لو في مراعي، احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، لو في مراعي علف رخيص ومراعي رخيصه هات امهات حواليك، مفيش هات تسمين. بس مبلغ 50000 برضك يعتبر شويه على مشروع امهات، يعتبر شويه، فارجح لك التسمين. كنا عاوزين نعرف جميع الامراض والوقايه. والله اي مرض بيقابلنا بننزله بفيديو عملي بتشوفه وطريقه اعراضه وطريقه علاجه. كل خروف بياكل كيلو واحد من العلف، وقشر فول صويا ورده وكسب، وزن خروف 26، الوزن ماشي، رجليهم كانت فيها خراج، نظفتهم ونشف بس بيعرجوا شويه، جبت لهم دكتور قال كانوا محمومين والحمى اثرت على الاظافر، انا جايبهم من شهرين، معدل التحويل ضعيف جدا، ارجو الرد. لو الدكتور جه شافهم وقال لك محمومين يعني كان عندهم حمى قلعيه، فطبيعي بعد الحمى هيقعدوا فتره معدل تحويلهم ضعيف جدا، بس اهم حاجه تكون كانت الغنم حلوه صحتها كويسه. انما هم دلوقتي في مرحله النقاهه، في مرحله لسه ايه، لسه في مرحله الشفاء، الحمى القلعيه بتاخد وقت شويه. لو الدكتور قال لك وكان محمومين، ده اعراض الحمى بعد، حتى ما بيخفوا من الحمى بياخدوا وقت شويه على ما يرجع الخروف لصحته الاولانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه افضل العلف على طول موجود امام خرفان التسمين، ولا بعلف الصبح حتى الشبع ولا مسحه الشبع؟ ارجع للقناه، انا نزلت فيديو مخصوص ايهما افضل، ارجع القناه ايهما افضل، اسم الفيديو عنوان الفيديو ايهما افضل، العلف المفتوح ام علف على وجبتين. السلام عليكم، عندي نعجة فيها التهاب رئوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عضتها أوكسي وتيلوزين 3 حقنات. لو في التهاب رئوي الأوكسي ما بيجيبش نتيجة في الالتهابات الرئوية والالتهاب الرئوي حد، الأوكسي والتيلوزين ضعيف في الالتهابات الرئوية، التيلوزين ممتاز في حالة الكحة. الكحة عبارة عن التهاب في الجهاز التنفسي العلوي، يعني في الحنجرة في القصبة الهوائية، ما وصلش للرئة تحت، بيجيب نتيجة ممتازة التيلوزين. أما لو في التهاب في الرئه نتيجته بتكون ضعيفه، الاثنين ضعاف، الاوكسي والتيروزين ضعيف، بتستخدم اما فلور فينيكول او دراكسين، دول ممتازين في الالتهابات الرئويه. تعرضت في احد الفيديوهات على اليوتيوب مهندس فلاح تحدث عن نسبه التغذيه، السؤال ده انا جاوبته قبل كده، انت ذكرته في قبل كده في فيديو تاني. يعني ايه مواد ملأ؟ مواد ملأ اللي هي الاعلاف الخشنه اللي هي الاتبان عموما، الاتبان عموما دي هي كلها المواد الملئه اللي هي المواد الغنيه بالالياف وفقيره في المغذيات، فقيره في النشويات والبروتين. طبعا زي تبن القمح، تبن الشعير، تبن الفاصوليا، تبن الحلبه، عرش السوداني، تبن الفاصوليا، انواع كل المواد الملئه دي. الدريس طبعا من ضمنهم، ولو انه يعتبر الدريس حاله خاصه هو افضلهم طبعا، اللي هو البرسيم المجفف، لانه فيه نسبه بروتين وفيه نسبه الياف كويس. عاوز اغرك، انا اشتري 5 فدان وازرعهم برسيم حجازي وفول وذره صفراء، واعمل مشروع تسمين الاغنام في الفرفرة. اتوكل على الله ان شاء الله مفيش اي مشكله، بس خد المعلومات واحده واحده معانا في القناه، وان شاء الله انتظر السلسله اللي جايه قريب باذن الله في تسمين الاغنام، سلسله عمليه من الالف للياء. عايز حضرتك تعمل مواصفات حضرتك تسمين، انا زي ما قلت لك انتظرنا، بس احنا الحظيره ان شاء الله اللي هنعملها في السعوديه باذن الله هتبقى حاجة بسيطة جدا، مش نظام العنابر ونظام المباني، لا اعتقد ان هي هتكون نظام بسيط خالص. تابعنا ان شاء الله في الايام الجاية وهتعرف كل حاجة بالصوت والصورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا عجة والدة مش بترضع بترضع مولودها وهي لبنها قليل يدوب بالعافية، رضعتها منها أول 3 أيام بعد كده بديه لبن جاموس. ينفع؟ ما لازم تعوضه لبن جاموسي لبن بقري، بس واحدة واحدة عشان ما يتلكمش، تغيير اللبن هيعمل مشكلة. واحدة واحدة وانت بترضع، ما ترضعوش كتير لحد ما يتعود، وبعد كده هات له فنطاز لبن ما تخافش، بس لما يتعود. لو سمحت، انا بعمل علفة بفول الصويا وليس كزب الصويا. كزب فول الصويا ده صح؟ طالما متوفر عندك فول الصويا ما فيش مشكلة، بس هو الافضل كزب الصويا، ولكن مش هيقول لا يعني، ما فيش مشكلة. لو عاوز اعمل علفة تسمين، الاحسن دورة صفرة غلة شعير كمزنة شوات، احسنهم كلها متاحة. طالما كله متاح ومش هتفرق معاك السعر، احسنهم الغلة. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل النعجة ذات الضرع الكبير افضل من النعجة ذات الضرع الصغير؟ طبعا الضرع الكبير لمحدودية، الضرع الكبير اللي بيكر في الارض ده عيب، الضرع الكبير اللي بيكر في الارض ده عيب، المواليد ما بتعرفش ترضع. بعد كده زاد انه بيكر في الارض يتجرح ويتعور ويعمل التهاب بسرعة. لا، للحجم الكبير المعقول. في انواع من الماعز طبعا، زي ما في الماعز كده، يعني الماعز فيه ضرع بينزل في الارض كر، ده عيب فيها، لازم بتعمل له في مصر كده الخريطة كيس وماشي وبتربط وبترفع بيه الضرع. لا، الكبير بالحجم المعقول اللي هو بعيد عن الارض، يعني اهم شيء يكون بعيد عن الارض. ولكن كل ما كان كبير كل ما كان افضل طبعا، بتنتجيتها من اللبن كويسة وبتكفي عيالها تمام. الضرع الكبير علامة على اللبن الكتير للحجم المظبوط طبعا، يعني ما قلناش الحالات الخاصة اللي بيبقى فيه ضرع بيكر وعادي ما فيهاش لبن. خروف بعد يوم تالت من ولادته مات، فضلاته كانت تخرج سوداء وكان يرضع ويتحرك عادي. والله الموت المفاجئ في الأعمار الصغيرة دي، يعني ده عمر بتكتر فيه نسبة الوفيات. ممكن يكون هو نازل فيه مشكلة، في نزيف داخلي، في مشكلة، في حاجة ناقصة في جسمه، عادي رضع يومين تلاتة كويس وبعد كده ما استحملش جسمه ومات. يعني ما اقدرش احدد لك ايه بالظبط. طالما في الولاده الحديثه مفيش اعراض ظهرت، ممكن يكون هو نازل ناقص او نازل فيه مشكله. لان هو طبعا بتقول لي فضلاته كانت سودة، المفروض فضلاته بتبقى صفرة زي الكريمه بالظبط. اول 3 ايام فضلاته زي الكريمه كده، صفرة زي الزبده الصفرة دي، فوق بتكون لزجه بتلزق في المخرج بتاعه من ورا. فسودة معنى كده ان كان في حاجه من جوه، ممكن في نزيف داخلي، في الامعاء مش مكتمله، في حاجه ما كانتش كويسه داخل الامعاء بتاعته من وهو مولود بيها يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عندي خرفان جالهم برد واديتهم مضاد حيوي، وطبعا بيت البكتيريا النافعه اللي في الكرش. ما فوائد الخميره؟ فوائد الخميره رقم واحد غنيه بفيتامين ب، رقم واحد الخميره غنيه بفيتامين ب وغنية بالبروتين. الخميرة فيها ما لا يقل عن 40 أو 50% منها بروتين، كيلو الخميرة، الخميرة الجافة ما لا يقل عن 40% منها بروتين تقريبا، يعني مصدر بروتين برضك في نفس الوقت. قلنا غنية جدا بفيتامين ب. فيتامين ب فوائده ايه؟ بيساعد في امتصاص الفسفور الغير متاح، يعني بيقوي العظم بطريقة غير مباشرة، مقوي للأعصاب. طبعا أهم فيتامين لتقوية الأعصاب هو فيتامين ب، يعني مقوي عام للأعصاب. احنا قلنا كده فوائد الخميرة ايه؟ قلنا مصدر غني لفيتامين ب، وقلنا فوائده مقوي للأعصاب، بيساعد في امتصاص الفسفور فبالتالي بيقوي العظام، بيساعد في تقوية العظام، وتعتبر فيها نسبة بروتين عالية. تعتبر أهم مميزات الخميرة. طبعا في عناصر تانية فيها كتير، بس احنا بنتكلمه كمصدر أساسي، يعني كأهم ميزة فيتامين ب. أيهما أفضل، الخميرة البيرة أم الخميرة البيطري؟ الخميرة البيرة تعتبر نفس الخميرة البيطري، بس الخميرة البيرة خميرة حية والخميرة البيطري خميرة ميتة، خلايا خميرة ميتة. فأنا بستخدم البيطري على طول على العلف باستمرار. كل قد ايه؟ لا، ممكن تحط 2 3 كيلو على الطن 100% باستمرار على طول، مفيش وقت معين. انا اقوم بتربيه ذكور ماوز، ولكن دي مشكله ان الجدان تلتهي بالقفز على بعضها وتترك الاكل. لسبب نحن مسلمين لا يمكن استعمال الخصي. لا، مش نحن كمسلمين، لا احنا مسلمين وعرب بيخصوا. الخصي حلال وليس حرام. اول حاجه الخصي
حلال مش حرام. العرب دي عادة من العرب معروفة من قبل الإسلام وفي الإسلام وبعد الإسلام معروفة، ما نهاش عنها، مش منهي عنها، ما فيش نهي عن الخص، ما فيش نهي عن الخص. العرب بيخصوه عشان الريحة، وأحب أقول لك إن حتى لو خصيته بينط، دي غريزة فيه، بالعكس بيبلبل وينط زيه زي اللي مش مخصي. وكان عندي جدي كان موقف بينط على الخرفان بالكامل، وكان مخصي مقطوعين قاطع، لا خصي بالكهرباء مقطوعين، مفيش خصيتين خالص، وكان بيبلبل وينط كأنه تيس سخن. بس من ناحية الخصي، هو الميزة الوحيدة في الخصي إنه ما بيطلعش ريحة، بتطلعلوش ريحة، كتر النط كتر التلقيح بيرش على نفسه، بتلاقي الريحة بتظهر ريحته من على بعد كيلو، ريحة التيس. فهي المشكلة في ريحته، عشان كده بتخصي. اما حكايه ان هي بتلهيه عن الاكل، لا، بياكل على فكره وبيسمن التيز، بيسمن لو لقى علف ولا كل حاجه بياكل وبيسمن ببضانه من غير ما هوش مخصي، بياكل عادي. المشكله قلنا في الريحه، فانت المشكله عندك انت بتقول ان هم بينطوا عادي هياكلوا مفيش مشكله، هو دي غريزه فيهم مش الخصي اللي هيهديهم، لكن يمكن تخصي عادي، تخصي مفيش مشكله. اما حاجات ادويه تهديهم، لا والله ما عنديش علم بادويه تهديهم. عندي نعجة بتطلع صوت غازات من بطنها وعندها اسهال بس توقف نسبيا، بس الغازات مستمر نسبة تصافي. والله الغازات دي ممكن تكون النعجة ملكومة وكانت عندها اسهال فكت وبتمسك واحدة واحدة، او لو هي ما كانش في اي لكمة حصلها ممكن تكون الكرش بتاعها مش مظبوط وانت بتأكل الياف عالية، بس انت بتقول لي كان في اسهال، الالياف ما بتعملش اسهال، بالعكس تعمل امساك، فانت باين ممكن تكون لسه طالعة من دور لكمة او بشمة، فان شاء الله شويه شويه هتروح. طالما واقف الاسهال هتختفي الغازات، ولو فيها الغازات واضحه ممكن معلقه زيت اكل او 5 سنتي 10 سنتي زيت اكل وتشربه في الفم هتختفي الغازات دي ان شاء الله. نسبه تصافي اللحم بعد الذبح من وزن الخروف حي في المتوسط، نسبه تصافي اللحم اعتبر كمتوسط لجميع الاغنام 50%، 50% طبعا بدون طبعا خروف مس. ثانيه واحده نوقف مثلا، يعني بصفة عامة الخروف بعد ما تذبحه وتنظفه وتشيل الكبدة وتشيل اللية، تشيل الكبدة وتشيل اللية، نظفته اللحمة بس أربع تربع، يعني الخروف لازم الشرط الأساسي يكون معلوف كويس، يعني شايل اللحمة كويس مش معضل، بتكلم خروف معلوف كويس، بيصفي جميع الأنواع بتصفي في حدود 50%، تزيد شوية تنقص شوية، يعني تزيد 5% تنقص 5% زائد أو ناقص 5%، عموما الغنم بتصفي كده من 45 ل 55% لحم اربع تربع بدون الليه وبدون الكبده. اللي بيقول لك بيصفي 65 و70 ده كله يكون حاطط لك الكبده والليه، بيذبح ويسلخ ويشيل الراس ويوزنها لك كده كبده وليه معاها، ويشيل الكرشه يعني ويوزن لك كبده وليه. اللي بيقول لك 65 والكلام الفاضي 70، لا انا بقول لك الغنم كلها تصفي، بس الشرط يكون، قلت اعيد الشرط تاني، يكون سمين، يكون معلوف كويس، شايل اللحم كويس، صفي من 45 ل 55. طبعا ال 55 ديت نادره جدا، وحتى ال 50 يعني ايه، هو يقارب ان هو يقل عن ال 50 1-2%، بس احنا نقوله كمتوسط 50%. عندي جدي خاصيته على عمر 5 شهور، 5 شهور يعتبر عمره كبير، لو حابب تخصي عمر شهر يعتبر كده 100 100، يكون مر من مرحلة الضعف الشديد وهو صغير، وفي نفس الوقت ما تكونش الخصية الشرايين بتاعتها كبرت، فبالتالي لما تيجي تقطع الخصية تعمل لك نزيف وتعمل لك مشاكل وتمرض، وممكن يمرض منك الجدي وممكن يموت. وفي طرق جديدة طبعا دلوقتي في الخصي، ما بيقطعوش الخصية، خصي بالكهرباء، في خاصي بالكهرباء وفي خاصي بالاستك، الاستك كده حلقه مطاطيه بتلبسها للخصيه بحيث تمنع مرور الدم من فوق الخصيه، بتمنع مرور الدم للخصيه، فبالتالي بتدبل وتموت مع الوقت الخصيه، بتضمر الخصيه طالما عضو مش وصل له دم، العضو ده بيضمر، وسيله التغذيه للاعضاء في الجسم بالكامل الدم، حجبت عن عضو الدم بيحصل له عمليه ضمور على طول، ينشف يضمر يصغر. ففي طريقه، فانت لو الجدي كبير انت خصيته بالقطع، ما كانش المفروض تخصيه بالقطع. في جديان بتتخصي تيوز، بتتخصي عمر سنه وسنتين وبيخصوها، بس بتتخصي بالكهرباء او بالاستيك.
خاصي بالكهرباء، صعق بالكهرباء. لسه تعبان، اعمل ايه؟ ضعيف جدا في الاكل. ما والله بقول لك ده كلها انت اديت مضاد حيوي واديت دفلام بس كده الجدي ممكن نزف منك دم ياما، عاوز يتعلق له محلول، عاوز الجدي يتعلق محلول لو نزل دم ياما. صار اللي بعد. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قد يكون روز الاغنام حبايبي كرب، قد يكون كتلي ايوم طبيعي وافضل. لما يكون حبايبي وكروي بينزل كل واحدة منفصل عن التانية، دي يعتبر الجسم امتص جميع، يعتبر يعني امتص اغلب العناصر الغذائية الموجودة في العلف، زائد في نسبة الياف كويس، يعني بمعنى اصح عشان اوضح لك المعلومة اكتر، في حالة التسمين عشان اوضح اكتر، في حالة التسمين انا بفضل الكتل، في حالة التسمين السريع أنا بفضل الكتلي، مع إن الكتلي بيكون فيه هدر، فيه جزء ممتصش لسه في الأمعاء، فيه جزء لم يمتص في الأمعاء اللي هو الكتلي، غير الحبيبي. الحبيبي اللي هو الكروي ده كله امتص، ولكن الكروي ده الحبيبي ما بيحصلش غير في الأميات اللي بترعى، اللي هي بتاكل ألياف كتير، مواد ملأة كتير، مواد خشنة كتير، ما فيش أعلاف مركزة، فبالتالي الزبل بتاعها بينزل ناشف، حتى كمان ينزل يخبط في الارض لو على الارض ناشفه تسمع صوته وهو بينزل، دي معناها يعتبر لسه عاوزه تغذيه لو الياف مركزه، يعني هتقبل لسه في الياف كتير واكل الياف كتير، هي ممتصه جميع الغذاء من الاكل اللي كلته. اما الكتلي انا بعرف ان الخروف اخذ حقه في العلف وزياده، بس الكتلي ما ينزلش على هيئه صوره سايله، هو بينزل اقرب ما يكون لبطشه البهيمه البقر، بس البقر ساعات بينزلها سايحة، لا انا قصدي تنزل كتلة واحدة، وساعات تنزل على هيئة طبقات، يعني تحس ان البقرة لسه ما تكونتش على هيئة طبقات، فانا بفضل كده، افضل في التسمين السريع ان ينزل بالشكل ده، بحيث اني اضمن ان الخروف واخد حقه بالعلب بزيادة، ولكن في حالة الامهات يكون حبيب الكروي هو الافضل في حالة اللي هي المراعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال تاني. ما بقيت السؤال. ماذا يحدث اذا اعطي علف اكتر من 3% من وزن الغنم؟ لو علفك موزون بروتينه كويس ما لا يقل عن 16-17%، الخروف مش هيقدر ياكل اكتر من 3%، الخروف مش هيقدر ياكل اكتر من 3% من وزنه في اليوم، دي اقصى كمية ياكلها في اليوم، مش هتقدر تأكله اكتر من كده. اما لو علفك ناقص بروتين زي الناس اللي بتاكل شعير بس او غله بس 11% 12% بروتين، لا الخروف ممكن ياكل 3.5% لحد الشبع، 3% تلاقيه عاوز ياكل كمان، تحط له ياكل ويستمر على الكميه دي. طبعا انت هتقول لي انا ممكن احط له باكثر من 3% في نفس اليوم هياكله اكتر، هقول لك فعلا صح، حط النهارده 4% الغنم هتاكله ما تخلصه، لكن هتيجي تاني يوم في ميعاد الوجبه مش هتلاقي الغنم مش ترضى تاكل، او بمعنى صح هتلاقي اكتر من نص الوجبة قاعد. لو بروتينك عالي وحطيت اكتر من 3% هتلاقي اليوم واحد بس هيخلص، تاني يوم هيظهر لك اثر الزيادة من اليوم اللي قبليه، هتلاقي الغنم في الفطار ما اكلتش جواز اكتر من نص الوجبة قاعد زي ما هو في المعالف مش هيكله، فده كله عن تجربة عملية يعني. فالعلف مش هيقدر، الخروف مش هيقدر ياكل اكتر من 3% لو علفك من يعني 16-17% نقول 16% كحد ادنى، مش هيقدر ياكل اكتر من 3%، ياكل امتى اكتر من 3%؟ لما يكون علفك اقل من البروتين اقل من كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي جديان شايم بتسميد باكلهم علف وادريس حجازي، هل اديهم ماده مال ارخص من ادريس حجازي مثل البرسيم عادي او عرش فول ماشي، ولا استمر الحجازي؟ مفيش مشكله لو التكلفه عندك عاليه شيل الدريس، والدريس عندك غالي شيل الدريس واي ماده مال ارخيصه، بس اهم شيء اهتم بالعلف المركز ده اهم حاجه. ميزه الدريس انك ممكن تخفض شويه من العلف المركز. لو سمحت بس عندي غنم في السطح وعايز اجيب غنم تانية بس هجيبها في الدور اللي تحت، هل في ضرر اني اجيبهم وهل في ادويه معينه اعطيها لهم لتجنب اي عدوى؟ مفيش اي مشكله، بس هي المشكله بتبقى في الغنم في وسط الشقه، الروائح والروائح بتاعتهم هي دي المشكله، لكن طالما المكان جيد التهويه ولو بيدخله شمس يبقى 100 100، مفيش مشكله. اي عدوى؟ لا انت لما هتعزل دول عن دول، ما انت بتقول دول فوق ودول تحت،
فمش محتاج، لازم الغنم الجديده تدخلها تفصلها شويه تشوفها تشوف صحتها عشان تتاكد ان صحتها كويسه عشان تدخلها مع الغنم القديم. ايام ما افضل حقن الايفوماكس للايفوماك الاردني او تجريع الاغنام عن طريق فمس لشربه الليفا فلوك والبندازول. الايفوماك الاردني والليفا فلوك، شربه الليفا فلوك الاثنين نفس المفعول، الليفا فلوك للطفيليات الداخليه والخارجيه، والايفوماك الاردني السوبر للطفيليات الداخليه والخارجيه. البندازول يعتبر اساسي لديدان الكرش فقط، فانت لو اديت ليفا فلوك تكفي عن الايفوماك الاردني السوبر، ما فيش مشكله. انا عن نفسي بدي الاثنين، بدي الايفوماك الاردني وبعد اسبوع من الايفوماك الاردني بدي الشربه اللي هي الليفا فلوك، زياده تاكيد مش اكتر، عشان اتاكد اني لو حاجه فلتت من الايفوماك الاردني يجيبها تجيبها الليفا فلوك. البنزول ما بستخدموش، بستخدم الليفا فلوك والايفوماك الاردني. واي افضل شربه لها تاثير شامل على ديدان المعويه؟ زي ما قلت لك انا قلت لك الليفا فلوك، بس طبعا في ادويه كتير شامله على الكل، معويه ورئويه وكبديه، بس البندازول مش شامل الكل، البندازول تقريبا معوي اكتر شيء، الكبد ما بيأثرش عليه. عبد الرحمن عبر اليوتيوب بتعمل فايده لكم في الجزائر نخل الحرشه والنخل الناعمه، ايهما تنتج على القمح الصلب والقمح الليين؟ انا جاوبتك على السؤال ده قبل كده. الكالسيوم والفوسفات اللي تقصد ماشي، بودره غبره استعمالهم ازاي؟ لا بالنسبه للكالسيوم بس هو حجر جيري بيتحط على العلف، حط 5 كيلو على الطن للكل، اذا كان امهات على جديه على تسمين مفيش مشكله، عشار على فاضي 5 كيلو، ما تزودش على 5 كيلو عشان ما حصلش حاجه للحاجات التانية، والباقي تجيبه من العلف مفيش اي مشكله. يعني قصدي لو عندك امهات، لو عندك تسمين فقط لا غير 5 كيلو على الطن ما تزودش عن كده، مش بودره غبره ولا حاجه، 5 كيلو على الطن شويه ككميه مقارنه بالطن، فمش هتعرف مش هيبانوا في العلف، هي كمية قليلة. والفوسفات لا، الفوسفات مش ناعم خالص، الفوسفات الفوسفات زي ملح الطعام خشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي غنم دمان مغربي متوسطة الوزن، علف واحد أمهات نص كيلو شعير ونص كيلو دريس حجازي وتبني غل، اتنين خلطة تسمين عليقة كتكوت، 23% بروتين نص كيلو على كيلو شعير، يعني بتعرف الأمهات نص كيلو شعير ونص كيلو دريس وتبني غلة، والتسمين علفة كتكوت 23% بروتين نص كيلو على كيلو شعير، وعلف خروف نص كيلو من الخلطة زائد نص كيلو دريس. أول شيء أنا مش عارف الأوزان كام، دي رقم واحد، فاحنا بنقوله الخروف بيها في التسمين السريع بياكل 3% من وزنه، فبالنسبه للامهات لو الامهات اوزانها كبير نص كيلو شعير ونص كيلو دريس شويه عليها نص، بس هي اقل من ما فيش، احسن من ما فيش، قصدي احسن من ما فيش بالمصري، ولكن لو الامهات صحتها كويسه على الكميه دي بتاكل في تبن الغله حلو ما فيش مشكله، يبقى يستمر على الكميه دي. لا والله الامهات بان عليها الضعف، لا لازم تزود الشعير شويه على الاقل حتى كيلو لربع. طبعا انا راجع للامهات، انا مش عارف الامهات اوزانها ايه، الامهات ما لو امهات خمسينات مثلا، الام 50 كيلو 60 كيلو، لا نص كيلو شعير ونص كيلو دريس مش هيعمل لها حاجه، شويه محتاجه على الاقل، لو الدريس ارخص ممكن تستخدم كيلو دريس ونص كيلو شعير على الاقل، وطبعا تبني الغله معاه. اما من ناحيه التسمين طبعا علفه الكتكوت دي ان شاء الله هنعمل عنها فيديو مخصوص، طبعا ابعد عن علفه الكتكوت خالص، علفه الكتكوت 23% بروتين بتكون رقم واحد غالية السعر، رقم اثنين بغض النظر عن السعر لا تصل على تسمين الأغنام، تعمل مشاكل. علفة الكتكوت فيها 10% مركزات حيوانية، مخلفات المجازر، مخلفات اللحم، فيها بودرة سمك، مسحوق السمك، فيها حاجات كتير مش من الأكل الطبيعي للأغنام، علفة الكتكوت ابتعد عنها نهائي. من ناحيه التسمين انا قلت لك تسمين سريع 3%، لازم اعرف وزن الخروف عشان اقول لك ياكل بياكل 3%، احسب متوسط وزن الغنم و3% من وزنه علف مركز. طبعا بس علف الكتكوت دي شيلها خالص ما تستخدمهاش. السلام عليكم، معكم سعد لبرنامج شرح الفرق بين المضاد الحيوي ومضاد الالتهاب. باختصار المضاد الحيوي، وهنحاول برضك نعمل عنه فيديو مخصوص، المضاد الحيوي بيقضي على الميكروب، بكتيريا فيروسات، ده المضاد الحيوي. مضاد الالتهاب، مضاد الالتهاب شغله
بيكون مرتبط بالمناعة، شغله مرتبط بالمناعة. باختصار كمعلومة سريعة كده قريتها، ان المناعة اي التهاب المناعة بتنشط في الجزء اللي فيه الالتهاب، المناعة بتنشط بتكون مادة بتعمل على تضخم الأنسجة في المكان ده اللي هو بيسبب الورم بيسبب الالتهاب، فهي مضاد الالتهابات بتعمل تخفيف من المادة دي في المكان ده، فبالتالي ما بيحصلش التهاب ما بيحصلش تورم. دي عمل مضاد الالتهاب ودي عمل مضاد الحيوي. المضاد الالتهاب ملوش اي علاقة وبيأثرش بصورة مباشرة نهائي على على الميكروب، وانما حاليا طبعا في يعني ما فيش مضاد التهاب له او في مضاد التهاب لوحده، بس يعني احنا اغلب استخدامنا خافض حراره مضاد التهابات زي الديكلوفين زي الديكساميثازون، خافض حراره مضاد التهابات مسكن للالام، فاستخدامي الاساسي بيكون ليه كخافض حراره مش كمضاد التهابات. طبعا كل جرعه ليها، كل واحد استخدم الاثنين مع بعض ما بتخلطوش في ابره واحده، كل واحد في ابره في مكان، ولكن استخداماتهم كل واحد بالجرعه بتاعته، لان في ادويه كتير مضاد التهابات وفي مضادات حيويه كتير. كيفيه علاج الخراجات الناتجه بسبب اعطاء لقاح؟ علاج الخريج انا عامل فيديو سواء علاج خراج ناتج من لقاح او لا هنا خراج ناتج من لقاح ماشي، احنا اتكلمنا عن فيديو علاج الخراريج ازاي تعالجها وطريقه وشكل الخراج وازاي تعالجه، ده فيديو للخراج العادي. اما خراج ناتج من لقاح، اللقاح عباره عن ميكروب المرض حي ضعيف او ميت، لما بتحقنه بيعمل هيجان، في بعض الحالات بيصيب لها تحسس بيعملها تحسس بتورم، على الافتراض طبعا ان الابره اتحقنت مظبوط، انا على افتراض ان الابره اتحقنت مظبوط، لان ممكن تحقن مضاد حيوي غلط بيسبب ورم بيورم، انا بتكلم على افتراض ان الابره اتحقنت مظبوط، ورمت اللقاح ده نتيجه تحسس الحيوان منه رد فعل مناعي، بمعنى صح زي ما كنا من شويه على مضاد الالتهابات، المناعة بتروح في المكان اللي فيه التهاب بتفرز بتعمل مواد بيحصل فيها ورم بيحصل فيها تضخم بيحصل فيها التهاب بيحصل فيها تضخم من الأنسجة، فهي اللي انت بتحقن مرض، فهي المناعة بتتحسس للمكان ده فممكن يكون هو عنده رد فعل قوي فبيسبب الورم ده. بتتعامل معاه ازاي؟ مضادات الحساسية، أدوية مضادات حساسية في مكان الإبرة تحت الإبط في الأغلب، زي ما قلت لك راجعة لردة فعل المناعة وعاوز تعالجه بمضادات حساسية. عندي معز تأكل قليل جدا وتفضل الأمور الجافة فقط ولا تأكل برسيم، وصار لها يومين فيها ركفة مساقيها من قلة الأكل وشعرها تساقط، شربتها من شهر بس، شريتها من شهر بس، والله يعني السؤال عام ما فيش أي أعراض، بتاكل قليل تفضل أمور الجفة، ممكن تكون ملكومة، ممكن تكون ملكومة، تكون حطت لها علف زيادة عن اللزوم في اليوم اللي قبله. شوف اليوم اللي قبله عملت ايه، اليوم اللي قبله لو زودت العلف مرة واحدة او غيرت العلف مرة واحدة فهي كده ملكومة. بس السؤال ده من 5 ايام ان شاء الله تكون خفت دلوقتي، كانت عاوزة اي حاجة للكمة، اي دواء من البيطرية للكمة، لو هي اللي فيه ده قطع الاكل بسبب اللكمة، لو هي قطع لك يعني لو غيرت العلف قبلها بيوم او زودت العلف يبقى هي ملكومة، المفروض تجيب لها اي دواء ملين للكرش عشان يجيها اسهال تفضي الكرش تفضي محتويات الكرش، هي اللي هي ادوية اللكمة من البيطرية. لو سمحت لو طالع عندي جدي او خروف وعاوز اخليه طلوة مش تسمين ممكن نوع العلف؟ مفيش نوع بعلف معين اكله عادي، بس المهم ما يسمنش منك جامد عشان يبقى خفيف في النط، ما هوش زي النعجة يعني هيليس، لا عادي بينط مفيش مشكلة، بس المهم ما تخلوش عشان ما يبقاش تقيل في النط. لو سمحت كنت بشتري نعجة العينية ولاحظت تحت بطها اللي انا جبته قبل كده، لو سمحت السعر للاسف اسعار ما ينفعش اسعار بالعام 100 كده، اسعار تختلف 180 درجة، في معزة فلاحي رخية 600-700 جنيه وفي معزة فلاح ما تعرفش تجيبها ب 1500، فمش كله يعني لازم الحاجة تبقى واقفة بعينها دي بكام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يمكن خلط عدة أنواع من التبن، قمح، شعير، برسيم، فص، فول مع بعضها كمادة ملأ؟ مفيش أي مشكلة تمام، مع العلف
لا هنا راجع الفيديو اللي انا اتكلمت عنه، في فيديو اتكلمت عنه ايهما افضل، العلف المد اعطاء العلف المركز بصوره منفرده ولا خلط العلف المركز مع المد الملاء. راجع الفيديو هتعرف الاجابه بالتفصيل. التحدث عن سبب إيجاد الغنم ده انا ذكرته في اول الفيديو، فانا طبعا لو عندك اي سؤال اكتبه تحت الفيديو النهارده ان شاء الله في التعليق، او ادخل على القناه وشوف اخر فيديو اجابه مفتوحه فيه التعليقات وحط فيه الاجابه السؤال بتاعك، وان شاء الله يتم الاجابه عليه في فيديو تاني باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.